ضمت المجموعة الثالثة كلا من فرنسا، الاتحاد السوفيتي، المجر وكندا. لعبت فرنسا مع كندا. تبعت فرنسا سعيها وراء بلاتيني وتيغانا، وهي تعتمد على لاعب جديد هو فرنانديز. سجل بابان أول هدف لصالح فرنسا. لعب فريق الاتحاد السوفيتي مع المجر. وجد فريق المجر نفسه أمام نتيجة 3-0 قبل مرور نصف ساعة من الشوط الأول. تبعت روسيا هجومها في الشوط الثاني حيث سجل يارينشوك الهدف الرابع. سيطرت روسيا على اللعبة بكاملها بحركات اللاعبين السريعة. سجل روديونوف الهدف السادس في المباراة. مباراة فرنسا مع الاتحاد السوفيتي. وجهرت ضربة مدهشة سجل عبرها أول هدف لصالح روسيا. تمكن فرنانديز من إحراز التعادل الذي عجز عنه كبار اللاعبين الفرنسيين. تعادل الفريقان. لعبت كندا مع المجر. أراد الفريق المجري الانتقام من أهداف الفريق الروسي فسيطر على المباراة. انتهت اللعبة بنتيجة 2-0. لعبت فرنسا مع المجر في مباراة التصنيف. سجل ستوبيرا أول هدف لصالح فرنسا. بعد مباراة ساخنة سجل هدف 2-0. بلغ الفريق المجري حدود اليأس متأثرا بشبح الأهداف الروسية، ما سمح لروشيتو بتسجيل نتيجة 3-0. لعبت روسيا ضد كندا. سبق لكندا أن خسرت مبارتين. استعان الاتحاد السوفيتي بلاعبين أقوياء أمثال بلوخان. بتغلب روسيا على كندا بنتيجة 2-0 حصلت على المرتبة الأولى ضمن الفريق. صنف الاتحاد السوفيتي الأول بفارق الأهداف، تلته فرنسا بينما أخرجت المجر.